ونهار بدينا تعقين الحمد لله. جل المسؤولين وجل المواطنين ديال مقاطعه بلمسيك يعرفوا بان مقاطعه بلمسيك بالموظفين ديالها وبالاعوان ديالها بالرئيس ديالها مجندين لهذا الوباء، وهذا الوباء اللي احنا الحمد لله تنحاربوا فيه ما وقفناش من نهار 20 مارس وحنا خدامين. تعقيمات الشاحنات خدامين في الاسواق في المراكز الصحيه في المراكز الاداريه في المقاطعات في الاسواق في الشوارع، وحنا دابا الحمد لله بدينا هذا البروغرام ديال الدخول المدرسي ديال التلاميذ اللي تنعقبوا قسم بقسم طاوله بطاوله نافذه البيرو ديال العساس سبوره كل شيء. الحمد لله درنا البارح 9 ديال المدارس واليوم 13 مدرسه اللي غادي نضربوا عاوتاني ديال اللي تابعه لمقاطعه بلمسيك تحت التعليمه ديال السيد رئيس المقاطعه. حنا تنعقموا غنعودوا نخدموا ان شاء الله السبت والحد، غنديروا بروغرام ديال السبت والحد باش نتغلبوا على هذا الوباء ونكونوا مجندين ليه ديال بصح، لان حنا ما ريتينيش وما ريحناش وخدامين بالامكانيات ديالنا بالتعقيم بكل شيء. والحمد لله تنطلب الله سبحانه وتعالى الله ينصر سيدنا، وتنطلب من الله سبحانه وتعالى باش يوفق هاد الشباب وهاد الموظفين اللي تيخدموا مطوعين تما تيغامروا تيخدموا، وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يوفق لنا هاد الوباء. وشكرا. سوف يتم بطريقه سلسه تحترم جميع الاحتياطات والتدابير الاحترازيه لتفشي الوباء. بالنسبه لطريقه التعليم فالسمه الغالبه سوف تكون بالتناوب، لان معظم التلاميذ عبروا عن حضورهم لتلقي الدروس، وبالتالي فالتناوب هي السمه الغالبه التي سوف تكون غالبا، تناوب نصف حضوري والنصف تعلم ذاتي. بالنسبه لطريقه التعلم فسوف تكون بتنسيق مع المديريه الاقليميه لبلمسيك التي سوف تزودنا بالنمط التعليمي المعتمد. ف لحدود ساعه سيكون نمط التعليم عن بعد، القسم سوف يفوج الى قسمين نصف حضوري والنصف ذاتي وهكذا دواليك. في إطار التدابير الوقائية الرامية للحد من تفشي وانتشار وباء كوفيد 19 تقوم مقاطعة بلمسيك بتعقيم جميع المؤسسات التعليمية التابعة لشرب المقاطعة، وحفاظا على سلامة الأطر التربوية والتعليمية وجميع التلاميذ، وذلك بالتعقيم على وتعقيم جميع المؤسسات التعليمية 23 مؤسسة تعليمية. والتعقيم بدأ يوم السبت وغينتهي اليوم الأحد إن شاء الله، وباش يكون باش يكون الدخول المدرسي على أحسن ما يرام. وبالنسبة للتعقيم على طول إن شاء الله حنا كنتمناو هذا الوباء هذا اللي يكون الحد ديالو يكون إن شاء الله مع الدخول المدرسي، لأن جميع التلاميذ هما الأبناء ديالنا وحنا كنخافوا عليهم. كنتمناو تكون الحد ديال هذا الوباء هذا. وبالنسبه للتعقيم غادي يكون ان شاء الله كل اسبوع السبت والحد اللي كتكون مؤسسه فارغه. وبالنسبه للمده ديال التعقيم غتكون على مدار السنه على مدار الموسم الدراسي. وبالنسبه للتعقيم من الاثنين حتى يوم الجمعه غيبقى المؤسسه، حيت الداخل المؤسسة ما يمكنش غادي تجي تعقم وسط التلاميذ وسميتو. بالنسبة للسبت والحد هذه تعليمات ديال السيد الرئيس اللي غناخذوا بها كمصلحة ديال التعقيم، غتاخذ بها باش كل سبت والحد إن شاء الله تمر بهذه المؤسسة التعليمية 23.